زينب اجيني هون يجي اجينا على المكمثل في المسلسل متاعي. هذه اخرت العشره معاك دارت لي برازيا واطيه. اش فما كلثوم؟ انتوا ما تدخلوش باش نقول لي عندي وين مشينا. هذه كفويه معاك هكا ترجع لي مزيتي زينوبه ها ادوا لي برازيا وتزيد تخوني معاه هكا على الموكه. اش قاعده تقول يا بنيت؟ قل لي شنو هي الحكايه كلثوم؟ شو اللي صار بينك وبين راجلي في الربيع اللي تعدى يا زينبه؟ شو عملتوا؟ شو العمل اللي عملتوها مع بعضكم؟ تكلم باش تصدق علينا باش تصدقك انت. انا انت تخيل اللي ما لاحظتش كيف في بودره ما تروح تغزلك من تحت لتحت بالسرقه ها ما بعدتش عينيها عليك وكيف انها الكل وهي في الدفيليك فيك انت عملت في الاشارات قد تطرق عليك وتكلك ما كتفرص علي مريتش خيانه قد ما تقولش في صدقه كان يضال به سي جود اللي حكيت لك عليه المره الاخرى. ها تعرف شكون طلع؟ ادم. ادم فهمت توا كرمان. كيف الرجل هذا نجم يقرب لك حنين يا اخي؟ حد ما عرفه جمال؟ معقول انت تصيب الطفل هكا تستغلك باش ينجم يوصل لي ويعرف بلاصتي؟ عدا عليك. اما انا عرفت الحقيقه كلها، عرفت كل شيء، الناس اللي قتلتهم والعباد اللي دمرت لهم حياتهم وكل شيء. كنت تمس شعره من ايد مره اخرى الا ما نعلم عليك البوليسيه نعطيهم ادريساتك الكل ونوامر تليفوناتك الكل واللي نعرف عليك الكل. هاني ننبه عليك خلي رد بالك تستخف بكلامي وما تاخذوش سيريو. مرحبا سي جود. فينالمون تقابلنا فاس فاس. خاف من اللي باش يجرالك بسبب اللي عملته في السوار واللي عملته في مدام شهرزاد وفاروق. شوف عدنان الكسلان، لازمك تعرف اللي في اخر الحكايه هذه. انا باش نقتلك واللي انت باش تلحلح بيا وتتوسل لي باش نرتحك من حياتك. اغزر لها الكرتوشه هذه مليح، ثبت فيها وحط في بالك اللي توا ولا بعد الكرتوشه هذه باش تدخل في نص قلبك.